لا يا عم، والله إن فراق روحي لا أهون علي من فراقك. كفى! فمثل هذه الألفاظ الجوفاء لا تقوم عليها البيوت. سعاد، هيا يا سعاد اجمعي حاجتك. ولكن يا إياك أن تتفوهي بكلمة واحدة، وإلا بريت منك أبد الدهر، وأنت تعلمين صدق وعيدي. يا له من رجل قاس القلب. وهل طلقتها؟ لا يا مولاي، وإنما لجأت إلى عاملك مروان بن الحكم مستجيرا به لعله ينصرني إذا سمع قصتي. حسنا، وماذا فعل ابن الحكم؟ حبسني وعذبني وأرغمني على طلاقها. مروان فعل هذا؟ أجل يا أمير المؤمنين، بل أكثر من ذلك، دفع لأبيها 10,000 درهم وتزوجها. ماذا تقول؟ مثل ما قلت لك يا أمير المؤمنين، وما أن خرجت من السجن حتى أتيت إليك مستجيرا به. فهل من رحمة يا أمير المؤمنين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله إن هذا ظلم ما فوقه ظلم يا أمير المؤمنين. صدقت صدقت صدقت، سترى ماذا أفعل. أيها الحاجب. نعم يا أمير المؤمنين. اكتب لابن الحكم بعد بسم الله الرحمن الرحيم، إذا وصلتك رسالتي هذه فطلق سعاد وأرسلها مع حامل هذه الرسالة، والويل لك، ركبت أمرا عظيما لست أعرفه، أستغفر الله من جور امرئ زاني. وادفع بهذه الرسالة إلى نصر بن ذيبان وشدد عليه بالإسراع في الجواب. أمر مولاي. السمع والطاعة لأمير المؤمنين. وأنت يا أخي أحضر شهودك لأطلق سعاد بحضرتهم، وأرجو أن تحمل إلى أمير المؤمنين رسالتي التي سأكتبها له. سأفعل إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان الخطأ في هذه الحلقة هو ظهور النظارات، علما بأنها لم تكن معروفة في الوقت الذي تدور فيه أحداث القصة، وكان على الإنسان الضعيف النظر أن يتدبر أمره بنفسه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله إن هذا ظلم ما فوقه ظلم يا أمير المؤمنين. صدقت صدقت صدقت، سترى ماذا أفعل.